لنا شرف الحضور في وشرف تواجد اليوم برفقة واحد من رجال أولى الجرار الأفداد والكبار والأجلة الذين نعتبرهم رغم أنه يقول ويؤكد أنه يعمل بعيدا عن الأضواء يعمل بعيدا عن الشهرة وكذا، إلا أننا نعتبره هي الشمعة التي تضيء الدربة لشباب صاعد من أجل النبش والبحث في تاريخ أولى الجرار. لنا اليوم الشرف أن نحتضن بين ظهرينا اليوم هذا الكتاب الذي نعتبره لبنة أساسية في إيصال تاريخ أولى الجرار الذي أعتبره وأنا فقط حمت حوله قليلا ولم أتوغل فيه كثيرا، ووجدته أنه كما قال الأستاذ مستعصٍ على النقل، أن أولى الجرار كما استعصت على الاستعمار وكما استعصت يعني القبائل المجاورة لها آنذاك استعصت كذلك على التاريخ. لذلك أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ على المجهود الراقي والكبير الذي بذله لإخراج هذا الكتاب للوجود. نشكره كذلك على أنه أتاح الفرصة اليوم لشباب نرى فيهم الأمل على أن غدا هناك من سينفض الغبار حول هذا التاريخ، حول هذا الظلام الذي يكتسي هذا التاريخ الكبير الذي يعتبره من بين أن تاريخ أولى الجرار المعقليين هو من تاريخ يأخذ الحيز الكبير في التاريخ المغربي ككل، بل والتاريخ العربي باعتبار الأصول وغيرها من ذلك. مداخلة فيها ثلاث نقاط. النقطة الأولى تتمينا للطرح ديال السي عبد الله التوفيقي بخصوص اللغة العربية وغير ذلك، فإشكالية الطرح إشكالية أنه الأساس اللغوي ولا شكون اللي كان سابق في المغرب وغيره. أنا اليوم يعني طلعت على دراسة جينية حديثة دارت في 2011 تؤكد على عدم وجود أي ما يمكن أن نسميه بعرق أمازيغي صافي، أن واحد حتى في المناطق جد نائية، خصوصا أنها دارت الهدف هذا هي من ناحية الجينية، هذا بين قوسين لأن هذا ليس هو بيت القصيد من كل شيء، لكن أن نتميز نحن كأولى الجرار بلغتنا الجرارية أن ندافع عن هذا من الواجب علينا احنا كشباب اليوم أننا نبرز أنفسنا من داخل البنية العامة للمغرب، أننا نبرزها كثقافة وكهوية الباقي الثقافات الأخرى. ثانيا سؤال الأستاذ أن بقضية تطرقك للبحوث الجامعية، في اختصار بقضية تطرقك للبحوث الجامعية، هل ما يصاغ اليوم من بحوث خصوصا أن أنا أعتبرها بحوث صورية فقط هي فائدة هي وسيلة وليست غاية، هل في نظرك أن هذه البحوث التي أجريت على المستوى الجامعي على تاريخ أولى الجرار تعكس بالفعل التاريخ الحقيقي لهذه المنطقة، أم أن هناك شبهة تحوم حولها؟ النقطة الثانية نتمنى أننا في المستقبل القريب أن نشوف مركز على غرار أقلو وغيرها من المناطق، مركز في أولى الجرار يعنى بالنبش في التاريخ الجراري وتتمين المبادرات الثقافية والتي تؤكد وتبرز الهوية الجرارية. وشكرا لكم.